عيدك مبروك. كل عام وانت حي بخير. مساء عليك. والله الحمد لله. الحمد لله. اليوم يوم الثالث عيد ونحكيوا على تراكمات الفضلات وعدم رفع الفضلات كما قاعدين نشاهدوا معناتها نحكيوا اليوم في الحوم الكل، في الحوم الشعبيه، في الحوم معناتها الراقيه، في الكياسات معناتها العامه الكبيره كما قاعدين نشاهدوا احنا وراك تمشي في الملاسين معناتها الفضلات اللي وراك. والله باش كلمه صدق وانا نقولها من معناها بتصدق. بلدية قامت بواجبها بالحق بالحق فهمت؟ جاو لموا بالحق باش الكلمة كان بكل صراحة وأنا زادة مواطن كيف أنا هاي دارنا توصل لهنا جاو لكن ثم برشا عباد ماهيش منظمة جاو بعد ما لمت البلدية صبوا فهمني البارح ما جوش هما فهمني قوموا بواجبهم والعباد تجي حتى من حوم أخرى وتصب لهنا يتعدوا في كهرباء بتاع السوزي الساشي نتاعو يصبها غاديك فهم؟ مش من ساكنين المنطقة ويجي يصب لهنا. يتعدى بكهرباء أنا بعيني ريتو بسوزي وقفته صب جلود تلقاه من جلد ولا شنيا صبوا غاديك ومشي على روح فهمني؟ وهما راهو جاو حتى كي جاو جاو ولا عشية مقر فهمني؟ لماها اللي ترى فيها هذاك كله راهو مكان منمو وهذاك كله تصب البارح في الليل فهمني؟ أقسم بالله البارح في الليل هاك معاه وعيد وما عندك علاش محلفت ولاني خايف ولاني نسكن. تلمت هي الفضلات هذه توما كي متسكنين تقلقهم سامح تقلق الصغار حتى كان ناموس حتى كان ريحه تقلق معناتها فهمني ولم ناموس ولم برشا برشا حاجات نحن نطلبوا بال اوسع من البلديه توسع مع بالها شويه وزيد تنظف شويه سامح هي خدمتها ومهمتها باش توسع بالها وتنظف وبلقى تور عليها مش معناها لكن زاد شوف ممكن زاد نحسوا ببعضنا شوي زاد انت عامل نظافه واحد فهمني ما بشر كيفنا وكيف باش قدموا 25 ساعه مش ولا 24 ساعه جا يخدم والمواطن زاد يلم روحه شوي يخرج الزبله في وقت هكا ولا ما هو شوي مننا وشوي من عبدال فهم هكا كلها نحطوها في الدوله ما تخدمش ما تخدمش زاد المواطن زاد يكون هكا ولا هو يجي يلم وانت من بعد تجي تصب يبدا متعدي بالكلب يسكن في حي زهور يجي يحط هوني ريت كيفاش يخرج من داره يجي يحط هنا هاي ما همش ولاد حومه اللي يحطوا هنا ما همش ملاسين هاي كلها مظلومه براينيه المتعدي يسكن في حي زهور يجيب كهربته طالع يخدم في السوق يملك يحط هنا يصب هوني في ملاسين ويمشي معناتها عادي ما همش ولاد حومه ما همش ملاسين كلهم بكرهبهم هذوما شو حطوا هنا ما همش الملاسين جمله هذوما ما تكلموهمش كيفاش تكلموهم؟ عملت عركه كريتو هاكا كريتو كريتو بتكلموا يهزها ويمشي ما ثماش هاكا يحط هنا ويتعدى على روحه الفضلات هذه ما تقلقتكم انتم كم متساكنين ما كريحه ما تعملنا ناموس تعملنا الوسخ تعملنا كل شيء الفيران تعملنا اليوم يوم الثالث من عيد الاضحى نحكي على تراكمات الفضلات وعدم رفع الفضلات معناتها الوسخ اللي قاعدين يشاهدوا فيه وراك الجلود الشيء ذا معناتها اللي يقلق اليوم المتساكنين سواء الريحه سواء الناموس بالطبيعه علاش حكيت؟ انشد العباد العباد زاد راه مقص العباد البلديه لا يخدموا حذيره البارح يسخفني غادي يبكي كاع معاه امراه بنيه حذيره معاه امراه اقسم بالله مسخفيني وفي المارشي اللي فيه ثمانيه يلزم فيه زوز امراه وراجل الدجاج ما يحطش ساشي وما يلوحوهاش يلوح البر على كيفه ويخدموا زوز من الناس امراه وراجل اقسم بالله انا ماني مزمر بطل ويعلم كان الله سبحانه عايشين اقسم بالله العظيم يا الزبله في ساشي فهمني سواء عندي ولا ما عنديش الزبله في ساشي نحن مقصرين حومتنا مقص فما كعبتين نضاف بالحق صحيح الاخرين باو نهبطوا من اللوطه لحمه كي دايره ما غاديك يجي تايش ومشي انا نحكي لك بصدق راه ما يهمني بيه حتى بشر يهمني بيه روح انا انسان نمشي معناه من ساشي ملاسين هم اول الدنيا ملاسين نظيفه بلادنا نظيفه بلادنا عزيزه مكرمه بلادنا غاليه علاش هكا ملاسين عز حومه كان تو ما عاد باه تشم انت في الريحه تو انت تزيد شويه كان زيد ربع ساعه تو تدوخ تو هي انت بديت تدوخ بديت تضحك معناها بديت الشيخه طالع نحكي لك بصدق اقسم بالله العظيم الحومه هذه كل والله العظيم يمكن واحد ساعه ساعه معناها نهيجوا عليه والله شويه كل البربشه زاد نبهنا عليه ما يفرتوهاش والله لا يفرتو تو بربش باش يجي بربش القرد تي ما باش يبربش هذاك يشوف يهرب خويا هذيك منطقتنا وكهو وربي يهدي الناس كل عيدك مبروك يا بابا بابا سنين دين اليوم الثالث ايام العيد ونحكي على تراكمات الفضلات اليوم وعدم رفع الفضلات كما قاعدين نشاهدوا فيها معناتها اليوم خيرنا ندخل حوم الشعبيه نشوفوا احكي لك كيفاش الوضع هوني الوضع مش باهي جمله الوضع لهني
الوضع لهنا ريت الزبله ها هو كفرت وكل شيء وجلود ريت مكدسه ما نجموش نخدم ولا على نخدموه. انت شنو تخدم ايش عندك؟ ها قهوه، ها قهوه قدامك صاحب مقهى. هاي سامحني معناها انت صاحب مقهى والتراس نتاعك اللي هو التراس مقابلك كله زبله وجلود. كله زبله، كله زبله وجلود. زرينا زر اخضرك الزبله كيفاش حتى لهنا قياسي كله زبل. ما نخدمو حتى راس ما نخدموش فيه هذا السيف كامل. السيف كامل والله ما نخدمو فيه. ما تروايح وناموس. هاو قدام على كل شيء، صور وخذ غادي الزبله وكل شيء حتى ما قطتش قطتش زاد ميت. حتى ما قطتش هنا موجود. فما حيوانات متعفنة. اي اي اي. هذاك هو. اليوم التونسي عنده باش ياخذ علوش جوز ملايين وما عندوش ياخذ ساشيب دينار يحط فيها حشاك الزبله نتاعه. اودي يجيبو وريت يعس عليها نعس. هون وين هبط على الصبح من النقبه من غادي هاو كفرت فرت والله من العيد فرت. راح شوف العشيه ما عادش نسمه تولي نسمه كل غادي نتاع الزبل. رويح زبله وناموس هكا هذيك هي خدمتنا نحن لهنا هاك شوف فيها الزبابل شوف فيها العشيه ما نقعدوش فيها اخضر ها هاك قدامك الشحم ريتو يرحم ولدي سمع وذي اللي خلى كليونيت ما تطهر بحط القهوه شوف قلت ما تعطيك كعبتين وكعب ولدي ما يقعدوش العشيه والله ما يقعدوا يطل هنا يتعدى يشوف الزبله يخش هاك شوف فيها جلود هاك ما زالت تطوريتها سامحني عوين البلديه ما جاوش عوين النظافه ما جاوش رفعوا الفضلات ما جاوش يتعدي عبي ملوطه ويتعدى طول هوني ما نسيه ما نسيه كان باش تعطيه حوايج بيني وبين تعطيه والله تعطيه حوايج باش يهزلك ما تعطيهوش ولا ما يهز ورس محمد ما تعطيه دبيب زي 5000 فرنك باش تقول له بجاه ربي تبوس ما تعطيه فلوس يجي يهز يخدم خدمته معناتها اي 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 باش نحن نخدمك 10000 تقول مش مشكله ما ينظف مش سالش هاي يا ودي قدامكم قولها له انا ما نحشمش منه راه هلا غا طرد باش احنا وين بساتين 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 دار اخزر لهذه تاع اخزر ظرف ونوصلت حتى لهنا يخزر نطيش يخرج الجلود والله وصلت لهنا نلم هنا ساعات نعمل واحد والله يدزها بالبلا غادي هاي والله يمكن ما قعدش معنا فريحه خايبه برشا معناتها هذا الشيء رجع بالضرر على المواطنين حومه كامله لهنا ماهوش لاهي بها لا بلديه ولا لاهي بها حتى شيء ريحه تقتل جلد البارح صدقني جلد هنا مطيش وسط الكياس هكا قرط مطيش وسط الكياس لتوا ولهنا فهمتني البلاصه هذه ديما خامجه طريق الشنوه ديريكت لهنا من الشيره الاخرى ما غادي ولا ليقا زاد كيف كيف ممسخه تشوف فيه الغرم كيفاش فهمتني التونسي عنده باش يشري علوش دوز ملايين وسامحني ما عندوش دينار باش ياخذ بها شكاري سامحني في الكلمه طيش في الزبله نتاعو معناتها كيكا شيء مفرغ ما عندوش خذاه بالكريدي سبحان ربي كيفاش باش يشري لك هو ما لقاش حق خبزه باش يشريه ما لقاش حق دبوزه 100 باش يشريها تي قهوه باش يقعد في قهوه يخلص كريدي ها هو قهواجي يقول له قداش من واحد ياخذ من عند قهوه بالكريدي خالط التونس مش يشري حتى ماكلت كرشو ساشي ساشي بدينار ساشي اللي مش يشريها ب 500 فرانك ما يشري بها زوز باكيت 50 فرانك ايش بيه؟ تي هو مناظرك مناظرك تنحاها البلديه معلم هي المسؤوله عليه تحمل مسؤوليتها البلديه الدوله تتحمل مسؤوليتها مش نحن الدوله تتحمل مسؤوليه وزاد حتى المواطن مقصر زاد يتحمل مسؤوليه لا لا, لا المواطن ما عندوش ما عادش واصل حتى شيء هي كلها بطاله برا ادخل القهوه شوفها كلها بطاله وين الخدم ما عادش عندنا خدم ما عادش عندنا باش نوزت احنا الضو جمعه كامله مخصوص لهنا السنسيون تاع الضو معدينها غالطه لهنا والله سنسيون غالطه نتاع الضو لهنا كي تسمع مولا مقهى يقول لك انا قهوه قعدوا لي فيها اربع من الناس من جره الروايح جره الناموس مش حتى من جره الروايح ما لقاش باش يخلص قهوه بطال يا هو عمره ايش تفليش يا عمره 17 سنه وعمره 19 سنه وعمره 20 سنه قاعد بطال ما يخدمش منين باش يخلص قهوه بقوا دخان زي سواقر وثلاث سواقر يتسلفوا فيهم عند بعضهم المواطن يقول لي انت 66 منين هذا كل من الدوله يتحمل مسؤولية الدولة فما يتحمل مسؤوليته حتى واحد لا مواطن ولا حتى شيء بكري المواطنين اللي هوني قال لكم احنا بساتين منسيه المنسيين ديما مهمشين منسيه ومهمشه جمله واحده انا قلت اجى العشيه لهنا خويا وشوف هذه ريتها لهنا تلقاها شكا الدود يتغامرك سمحنا نحكيو على العاصمه معناتها راكش تبعدوا على العاصمه معناتها من با كيلو كنا نهبطوا ب 230 فرنك لتونس راه 150 فرنك تهبط بها لتونس راه وبينما حتى كان غلطت وبدينار تهبط لتونس قراب احنا في وسط العاصمه ماناش بعاد برشا راه قراب مش مهم برا طلع زاد طريق الشنوه لهنا ولا ليقا قهوه هذيك ها كياس رئيس وشوف يا ودي برا شوف